السلام عليكم وصباح النور خوتي اخواتاتي في كل مكان خارج وداخل الوطن. كنتمنى يا ربي تكونوا كلكم بخير وجمعة طيبة إن شاء الله، والله يوفقنا جميعا والله يتقبل منا ومنكم من جميع المسلمين. المهم اليوم كنت واجد كما شفتوا هانتوما، راني في الروضة، جيت للمقبرة، جيت نزور الوالد، شحال هادي ما جيت، وتضنا نجي نقرا شوية وندعي معاهم كاملين ونزورو. ايوا قلت نشارك معاكم لانني ما بديتش لا فيديو ملي جيت حتى لهنا، عاد قلت نبدا. ايوا وكنتمنى هذا النهار هذا يدوز بخير وعلى خير، وهانتوما معايا خوتي في الفيديو. كنصليو على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وراكم عارفين كل نفس ذائقه الموت، وكلنا غنمشيو هذه هي الطريق اللي ما غنهربوش منها، وهذا هو متوانا الاخير جميعا. ونطلب من الله سبحانه وتعالى يرزقنا ويرزقكم حسن الخاتمه ويرزقنا الثبات، والله يهدينا جميعا. هذا الشيء نقولوا يهدي وليداتنا وليدات جميع المسلمين يا ربي، امين. وبقوا مع اختكم. كل عمر هاد الزليفه هادي بعد هاد الماء يا الحاج، الله يرحم مرحومي. امين امين. نعم ديري شي شويه تزيين. لا ما غنجيروش دابا، غادي باغي نخوي عليه غير الماء. واحد خويا باغي يجي يجيرو ان شاء الله، راه قالها ليا. الله يسهل الامور. شكرا، بارك الله فيك. بارك الله فيك، الله يرحم الوالدين. شحال هادي ما جينا. الله يرحمنا برحمته، زعما عرفتي كلشي نشف. والله الحين جال خوي بعدا ميا، غادي ندوز نقرا له شويه وندعي معاه ومع جميع المسلمين. الله يرحم الجميع. عمرتي زليفة؟ عمرتها. هاد القبر اللي حدا بابا مسكين ما ناسيينو ولا ما نعرف ما كيجي. لا هما واقيلا قايلين بان يبقى هكاك. لا كاين اللي كيقول لولادو ولا كتقول لولادها ما تبنيوش عليا. يرحمك يا بابا، يرحم جميع المسلمين. صافي ساليتي. يرحمك يا المهدي العلوي، يرحمك يا المهدي. يا بابا رحمة ما ناسينك شوما، وكنذكروك وضروري ما تنذكروك اكثر من ألف مرة في النهار. اش من ألف واش من، ما خليتي لناش شي حاجة علاش نساوك الصراحة. الله ديما جابدينك، ديما متذكرينك وترحموا عليك انت وجميع موتى المسلمين وهاد الناس هادو اللي هنا مساكن. الله يرحم الجميع، يا ربي ترحمهم وتغفر ليهم، يا ربي تثبتهم واجعلهم من أهل الجنة يا أرحم الراحمين. يا ربي أبدي لهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، واجعل ترابهم من الجنة ولباسهم من الجنة وطعامهم من الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الدود والتراب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلهم في الجنة واجعل قبورهم رياضا من روضات من رياض الجنة يا أرحم الراحمين. سبحانك يا أرحم الراحمين. وغادي نبدا بسم الله نقرا شي آيات من كتاب الله العزيز، ومن بعد ندعي مع كل شيء عاوتاني وندوزو نشوفو صفية مسكينة إن شاء الله معاها حتى هي. ايوا هادشي اللي كاين اخوتي، شوفوا صوفيا وندوزو نشوفوا ماما ان شاء الله. اييه ونشوفوا ماما مسكينه. والمهم ها انتما هاد ماما راه كانت ربات بابا وكانت يقول لها ماما، حتى حنا بقينا نقولوا لها ماما داكشي علاش، وهي في الاساس مرات خالو كان تربى معها صغير، هذاك الشيء باش داكشي علاش كنقولوا لها ماما الله يرحمها. بقينا كنقولوا لها ماما حتى هي الله يرحمها ويرحم جميع موتى المسلمين يا ارحم الراحمين. ايوا انتما معي. المهم انا غادي نقص نقرا دابا، ما غاديش ان شاء الله ومنين تسالي حتى نكمل معاك. الله يثبت الاجر. امين يا رب العالمين. شوف شي بلايصه فين نجلس عندي داك الصاك، ندير هاد الصاك نسجل الناس باقيم صلاه واتوا الزكاه واعتصموا بالله هو مولاكم
فنعم المولى ونعم النصير. قد فلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن لهم معرضون، الذين هم لزكات فائلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. البركة الفقراء. أقسم بالقيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أجمع إرامه بلى، قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليطور أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقوم الإنسان يومئذ بلا مفر. وهذه هنايا راني قبل ما نخرج في الصباح درت شويه ديال البخور وكنوريكم هاد الدجاجه هادي رسوها لينا ماتش كل اللي رسها لينا ما عرفتش بالحجر ولا ما نعرف انتما، درت لها غير واحد الطرف ديال الكونتر بلاكي مع دابا بدا البرد والريح كيجي حتى نصاوبوها. المهم ما درتش معكم بزاف لان صوبت الغداء، المهم ضروري من الكسكسو لان في يوم الجمعه دائما تنديروا هكا القصيعه ديال السكسو. ايوا المهم تنتوما بصحتكم، واكيد اكيد راه كل واحد اليوم داير الكسكسو في دارو الا اللي خدامين مساكن، فكنقول لهم سلامتكم لان راني مجربتها انا فاش كنت خدامه وكنتش كنسالي نديرو في نهار الجمعه. المهم حطيت دابا الغديوه ديالنا غادي نتغداو، واكيد ضروري ضروري المساند الرسمي اللي هو اللبن ضروري ما كنديرو مع الكسكسو. ايوا هادشي اللي كاين. وبالنسبه لليوم فاش مشيت انا واختي مشينا زرنا الوالد الله يرحمه، قالت لي ضروري دوزي عليا باش تشجعيني ونمشي انا وياك متوانسين، حتى هي شحال هادي ما مشات. ايوا المهم الله يرحم الجميع ويثبتنا ان شاء الله ويلحقنا بهم مسلمين. المهم جات العشيه ارتاحينا وداك الشيء وهذا. المهم وهنايا راني مور ما صليت المغرب قلت نوض ندير معكم هاد الفروماج ديال المنزل. المهم فروماج كيجي خطير، كيجي اروع من هذاك اللي كناخذو على برا. المهم كيما وريتكم جوج خنيشات ديال اللبن، هذاك اللبن اللي كنشريو في يعني في المحلات راه كيتباع بثلاثة دراهم ونص بحالو بحال الحليب. المهم تنديري طرو ديال الحليب كيما شفتو، الحليب هذا ديال كارطون كامل الدسم باش كيجينا زوين. مهم غادي ندير طرو، وضروري كتاخذوا واحد الكاسروله هكا بحال هكا ولا شي طنجره كبيره اللي تهز لكم داك اللبن مع الحليب. المهم تندير طرو د الحليب تنشعل عليه البوطه تنديرها يعني متوسطه، مهم باش ما يغفلنيش وما غاديش نخليه يغلي بزاف، وانما غادي نخليه على ما نقدر ندير فيه الاصبع ديالي. المهم كندير دابا كنجرب مازال بارد، كل ساعه كنجرب شويه باش ما نديرش هكا اكثر من الجهد. المهم غير ندير صبعي في الحليب ونعرف راسي انني ما قدرتش نستحمل بحال هكا صافي غادي نطفي عليه. المهم غادي ندوز نكمل معكم الوصفه. كنحط ديك الكاسرونه ومباشره كنحل داك الخنيشات ديال اللبن كما شفتوا، هذه الاولى فيها السيترو والاخرى السيترو يعني يطرد الحليب يطرد اللبن، وكنوزعوا بهذه الطريقه فوق داك الحليب هكا بدائريه تنخويه. المهم هذا اللبن هذا تيكون فيه الزبده تيكون فيه يعني مدسم، داكشي باش قلت لكم هادو زوينين. المهم غادي نولي نعاود ناخذ الثانيه حتى هي، وهاد الفروماج هذا قسما بالله ماشي زعما غير حيت زعما كدايره الفيديو ولا شي حاجه، وانما راه تيجي احسن من هذاك اللي كناخذو على برا والله القسم الا كيجي زوين.
ما تشبعوش منه. المهم كندير داك البن الاخر يعني طرو، وتنبقى ندير بالسباتولا غير كنديها ونردها، ما تندورش، كندي ونرد باش هكا تنشوف راه بدا كيتكتل. المهم ما غاديش نكتر فيه هكا غير شي شويه على ما كيت يعني كنحس به تخلط هذاك الحليب مع داك اللبن. انا ما سرعتش الفيديو باش غادي نوريكم. صافي هنا غادي نحيد ديك السباتولا صافي، وغادي نجيب واحد الغطايه ديال ديك الكاسرونه، وغادي نغطيها ونخليها تقريبا واحد 6 ولا 10 دقائق هكاك، المهم ما نفوتش 10 دقائق. ها نتوما من بعد ما رجعت شوفوا كيفاش تعزل داك الماصل ديالو. المهم خديت واحد الشبكه ودرت اناء اخر وجبت السيف ديال حياتي. المهم الا كان كبير ديروه نتوما كبير باش ما يغلبش عليكم. انا هذا عندي غير هذا الطريف، هذا قلبت على واحد الطرف صراحه لا كبير عندي ولكن ما جبرتوش. المهم كنحاول انني نجمع له داك الشنيبات باش ما يغلبش عليا. ها نتوما ما خليتوش يتهرق ليا. المهم على ما تصفى في هذيك البول وليت عاود رديته لهنا باش كنضغط باش الا بقات شي حاجه د الماء تهبط. المهم غنخليه عاوتاني ربما الا كانت شي حاجه تصفى، وهذاك الماء ما غنرميش، غادي نعجن به. راه زوين العجينه ولا كذلك حتى الفطائر. غادي نديرو فواحد القريعه ونحطو في الثلاجه، ملي غدا ان شاء الله نبغي نعجن الخبيز غادي نسخنو ونعجن به. المهم هنايا من بعد ما تاكدت ان ما بقاش فيه الماء يعني نشف تماما كما كتلاحظوا، كناخذ واحد الاناء وتندير فيه داك الجبن اللي ولا دابا جبن. درت ليه الملحه، المهم مليحه غير باش كيجينا المذاق ديالو زوين. وهنا خديت الخل، كندير جوج معالق كبار. المهم جوج معالق كبار الخل كيف ما كان، ماشي بالضروره يكون النوعيه اللي درت انا. خديت 4 ديال الفروماجات مثلثات، يمكن لكم ديروهم مربعات، مثلثات او مربعات. غناخذ هذا البغا ميكسور وغادي نبقى نخدم في هذاك الجبن، لان دابا راه ولا بحال الكوتال كيولي متكتل وكي بحال كيبغي يبس. المهم غادي ضفت له داك المكونات اللي درت ديال الفروماج مع الخل ومليحه، وكنبقى نخدم مزيان. عرفتي في هنا في هذه المرحله هذه خصو يتطحن مزيان. الا كان عندكم هاشوار بغيتو ديروا فيه ديروا فيه. المهم في اي اناء اي هذه اداه اللي كطحن بغيتو ديروا فيها ديروا فيها. المهم كما لاحظتوا هانتوما شوفوا مازال كنحاول انني نشوف واش ولا ليا بحال الكريمه. هانتوما في هذه اللحظه كنحيد داك الميكسور، غادي نجيب واحد السباتولا ونحيد داك البقايا اللي لاصقه فيه ديال الفروماج. المهم طريقه سهله، رديته لهاد الاناء اللي هو مجموع وغنغطيه بالسلوفان او بهاد البلاستيك الغذائي، وغادي نخليه يبات ليله كامله في الثلاجه. المهم انا دابا حيت دابا الليل قلت خليته الصباح ان شاء الله. هو راه داك الساعه تماسك ولكن انا خليته حتى الصباح. انتم شوفوا كيفاش كيولي القوام ديالو ثقيل، ما كيتزعزعش، ناشف ناشف تماما. عرفتي المذاق ديالو فن رائع. المهم خديت هاد القريعات انا فين نديرهم، ما عنديش شي قرعه اخرى. المهم هاد القريعات هادو تما مزيونين، يكونوا ممسوحين مزيان من الماء، ما يكونش فيهم حتى شي ريحه ولا شي حاجه. صافي ودرت فيهم كما شفتوا، مسحت لهم ديك الجنيبات ديالهم بداك البلاس داك عفوا البابي ابسوربون ديال اللي كيكون في المطبخ، ورق المطبخ. هنايا يعني سخنت داك الطريفات ديال التوست، حمرتهم شويه غير في المقله، غير درتهم على المقله وشلت عليهم البوطه تتحمروا هكاك. وصافي ودهنتهم بالفرماج. هنا راني انا وريتكم لان غادي نفطر به. هانتوما جا صراحه غزال قسما بالله، الا زعما وصفه غزاله. وانا صراحه ما كنشريش الفرماج، كناخذ هكا الا كانت شي باكيه هكا د المثلثات غير بغيت ندير بها شي حاجه، وكنبقى نخدمو هكا في الدار كيجي غزال. وكيدوزنا مده ديال تقريبا واحد الاسبوع الا ما كايناش صباح وعشيه. المهم تيبقى زوين في الثلاجه محفوظ من داك الشيء. المهم ما تنساوش لايك الفيديو، وكنشكركم بزاف، وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله. والسلام عليكم.